الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السائل يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأي جماعة يجوز للمسلم أن ينتمي إليها لتكون ذمته بريئة؟ طيب، الآية دي أخواننا هي آية في سورة آل عمران. ربنا سبحانه وتعالى بين أن الدين المرضي هو الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم بين الله عز وجل نعمته على المؤمنين، وأنهم كانوا متفرقين، وأنهم كانوا على شفا حفرة من النار، فأنقذهم الله عز وجل منها. وهذا من آيات الله، وهذا من نعم الله. ثم قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا خطاب من الله عز وجل لعموم الأمة أن تخرج من زمرتها ومن جملتها ومن مجموعها من تقوم به الكفاية دعوة إلى الخير ونهيا عن المنكر وأمرا بالمعروف. فإن فعلت الأمة ذلك وانتهت المنكرات أو غالبة أو من تقوم به الكفاية، فإن هذه الأمة تكون أمة مفلحة، وإلا وقعت الأمة في الإثم بأنها تركت أمرا من الواجبات الكفائية. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله هي من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. عرفت؟ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، دي الدعوة إلى الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل كما قال العلامة السعدي، قال: وهؤلاء يدخل فيهم العلماء ويدخل فيهم الوعاظ ويدخل فيهم أهل الحسبة من الذين يزجرون الناس عن المنكرات ويحثونهم على فعل الخيرات وإقام الصلوات وإخراج الزكوات وغيرها من الأعمال الصالحات. ده من الواجبات الكفائية الذي إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. وإذا وليس المقصود فقط الدعوة إلى الله من خلال الكلام، يدخل أيضا في ذلك الجهاد والتعليم وغيرها من أبواب الدين. فإذا لم تقم الأمة بهذا الواجب وقعت الأمة كلها في الإثم. مش الأمة تنشر الشرك، لو ما قامت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثمت الأمة إذا لم يقم بذلك من يكفي. فكيف أن يدعى غير الله وينشر الشرك بالله سبحانه وتعالى زي ما هو حاصل الآن؟ السائل بيقول: يا جماعة شغالة بالآية دي، أسألك الله، أنت سمعت كلام العلماء، يا جماعة شغالة بالآية دي، أنا ذاتي دار أعرف منو أنصار السنة المحمدية جناح الإصلاح اللي قاعدين في الثورة الأولى، ديل ما يروا المركز العام، ديل بيجيبوه، ديلك برضو بيمدحوه. ناس الإصلاح جايبين الدكتور حسن الهواري، قال المنتدى الأول لأطباء الطب البيطري، فهم ده؟ أمراض الجداد والغنم والبامبي. يا زول هل دي دعوة الرسل؟ هل دي دعوة الرسل؟ هل دي الأولوية المحتاجة لها الأمة؟ هل دي المنتديات بتاعتكم بتاعت المجلس العلمي المفروض يقوم بها؟ هل ده الواجب عليكم تقوموا بها؟ وعندكم محمد المنتصر شغال ينشر الشرك ويوصل للناس. تمشي اي بلد واي مكان تلقى طريقة من الطرق يعبد اولياؤها واربابها وساداتها من دون الله. قبل يومين مشينا هنا المناقب، فهمت؟ غير طبعا مكاشف الا من رحم الله،
ويؤصل لذلك واحد بليد اسمه ادرحمة. فهمت؟ يقول لك في قولتيا من قولتيا قال كالبرق لاح. ده المكاشف. انا ما اعرفه ده المكاشف ولا طرزان. قال من قولتيا كالبرق لاح. ابويا الشيخ يغطي الكون بجناح. فهمت؟ بألفاظ سريع. سريع جدا. ده الشيخ. يجي لنا صار السنة دال البيجو دارين يغلطونا ايش بك لك منتدى الطب البيطري ولا محاضرة كبرى عنوان اشمي يا دكتور موانع الحمل يا زول انت موانع الحمل دي بغلطك في احمد المنتصر المنتصر ذاته يقول لك بعد تنتهوا من الندوة جيبوا لي كاندوم لا يمكن يقول لك كده فهمت يا زول ده الموضوع بتاع الدعوة ده الموضوع بتاع الكفاية شرك بالله سبحانه وتعالى نفس الكلام القالوا فرعون يوجد الآن في قطب الصوفية وقد ذكر هذا الكلام العلامة ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس منذ قديم الزمان منذ قرون قال أبو يزيد البسطامي يقول لما دخلت البيت وصار الناس يطوفون به قال ما لبثت إلا وأن طاف البيت به قال الكعبة دي قد تلف بينا ده شغل بتاع الصوفية أبو يزيد البسطامي يقول خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله فهمت؟ يجي يقول لك سبحاني سبحاني ما أجلني وأعظم شاني ده الكلام الآن بيشروا لك بتاع الكباشي قال أبو الشيخ بيقول لشيء يكون فيكون وقال ربنا قال لهم ما يشاءون عند ربهم يا غلاء تتكلم عن أهل الجنة ربنا قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم أولئك هم شنو أولئك هم شنو المفلحون لهم ما يشاءون عند ربهم يوم القيامة في الجنة لكن دار يطلع لك إن الأولياء بتاعهم لهم ما يشاءون عند ربهم دار جنة لهم ما يشاءون بفسر القرآن بهواء دار شنو داير مرة تحمل لهم ما يشاءون فهمت الشيخ بعدين يلقنك الحجة زي ما قال البرعي في كتابه قال 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 بأكفان من قد مات إن كتب اسمه يكون له سترا عن النار والهول في الكفن بتاعك يكتب اسم عبد القادر الجيلاني الملائكة ما تعذبه فهمت وزي ما قال قال وله يوانس في الوحدة والشمال فهمت؟ الشيخ يأنسك ويونسك قال في الوحدة والشمال الشيخ يونسني أنا وفي الدنيا كان بتونس معي الشيخ بيمدلك يده هناك وانت تبوسه وتجيشة تجد عليه الزيارة وتفوت منه تقول ليه تونس معك عرفت؟ البرع يقول ليه ومن يقول هذا قبر أحمد أولا فصاحبه في القبر ليس يعذبه فهمت هذا كتاب رياض الجنة ونور الدجنة يباع في غالب او كل مكتبات الصوفية فهمت دعوة الى الكفر بالله والى الشرك بالله وين الجماعة الشغالة الشغل ده الجماعة التي تحارب وتناضل وتناظر وتفضح وتهاجم اهل الكفر الذي لا يتناقش ولا يختلف فيه مؤمنان نفرين ما بيختلفوا في انه ده كفر بالله سبحانه وتعالى فهمت؟ زول يرفع لك شيخه مقامات فوق مقامات فوق يقول له قال لقد رأيت الله قال ان شيخنا قال لقد رأيت الله 99 مرة قال لئن تراني خير من ان ترى الله 99 مرة ده الصوفية شغل شغال وده المسكين شغال في موانع الحمل يا ظل ده بتاع السيليسيون عارف موانع الحمل فهمت بتاع السيليسيون عارفه وزول عنده عقيدة سيئة وعقيدة خربانة من الغش للأمة من الغش للأمة ان تتحدث عن امور وان كانت هي من الدين لكن ليست هي بالاولوية الصلاة من الدين
الدين ولا ما من الدين؟ ها؟ الزكاة من الدين ولا ما من الدين؟ لأنه الليلة لما نقول كلامنا ده بيجوا الجماعات دل اقطعوا الكلام يلقوا في النت اقطعوا شايف بيستهزئوا بالدين. تظل كذاب ومفتري ودار تزوغ من دعوة الرسل. حديث ابن عباس: أنت أيها الكذاب المحتال تحفظه كما تحفظ مصارم بطنك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. الدكتور لا تعرف الكلام ده. قال: فإنهم أجابوك لذلك. وإن دي شرطية، يعني لو ما أجابوك للتوحيد تاني ما تتكلم لهم عن الصلاة اللي هي من أعظم أركان الإسلام. خليك من موانع الحمل، وخليك من طب الحمير في امتع والجداد، خليك من ده كله. زول ما أجابك للتوحيد ما تأمره بالصلاة، خليك من إنك تجي تأمره بالمصائب دي. شكد أخواننا نحن واقعين في مصائب، واقعين في فتن. الجماعات دي كلها باطلة، ما تنتمي لأي جماعة، ما تنتمي لأي حزب، ما تنتمي لأي تنظيم، دي كلها ضلال وكلها بتحرفك عن منهج الرسل. فهمت؟ وأنا بقسم لك الناس في السودان دي لاثنين معسكرين بس. المعسكر الأول معسكر الشرك بالله، ده بتاع الصوفية والجماعة اللي بيدعموه تابعين فوق منصار مهدي وغيرهم. المعسكر الثاني معسكر السرورية والمشجعين بتاعهم، ده بخش فوق ناس عبد الحي وانصار السنة وغيرهم، ده المعسكر بتاع داعش. هذا لو ده المعسكر الثاني. ثاني ما في زول شغال بالمسلمين دول، ينادوا غير الله، ينادوا الأولياء، يتمسحوا بالتراب، يتحققوا بيهم، ياكلوا الطين بتاع الحفير بتاع المكاشفي. فهمت؟ امشي للشيخ ابراهيم الكباشي، امشي للصعلوك بتاع الامين، امشي يتمسح بيهم. غير من الامور ما عنده شارع. داير انه الناس تجي للشيوخ ديل وتدفع لهم البياض، وده داير يقلبها بعدين. فهمت؟ ده داير يقلبها السروي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وينزلها في الحكام ويكفرهم ويدعو الناس للخروج، وبعد شويه هو يكون ماسك الشغلانيه، ما عنده شغله بدعوه للتوحيد ولا غيره. ويتبعه انصار السنه بكل اشلائها، جمعية كتاب وسنة، عندهم كلية كاملة، كلية جبر العلمية. ما هو البحث الذي قدمته كلية جبر العلمية في خدمة التوحيد وفي ذلة الشرك في السودان؟ قدم شنو؟ كل مباني فاخرة ومساجد كثيرة، فهمت؟ وقروش وعربات ومنظمات في خدمة هذه الجمعيات والجماعات، لكن ما في نتيجة على أرض الواقع. وهذا الكلام الذي أقوله لك هو كلام الشيخ الفوزان في شرح نواقض الإسلام في مقدمة الشرح. قال: في قروش قاعد تمرق بيستلموا قروش، ودول طبعا ناس صعبين عاملين زي الكربريتا، بيشيلوا من هنا ومن هنا. فهمت؟ صارصونا بيشيلوا من عبد الحي، بيشيلوا السعودية، بيشيلوا منهم. فهمت؟ أي ذول يلقي لهم عاملين زي اللي هنا. فهمت؟ طوالي بيشيلوا كلهم. الآن عندهم قروش وعندهم إمكانات وعندهم خانوات. محمد المنتصر الإزيري، الآن كثير من البيوت السودانية تسمع لمحمد المنتصر الإزيري يوميا. محمد المنتصر الإزيري بتنزل له 5 مواد في الإنترنت، و5 مواد الناس بيشوفوها على مستوى القنوات السودانية. الغنى بتاعت الخضراء بتاعته دي بيجيبوا لك فوقها الكورة اللي بتكون صعبة دي، أو القنوات ما قادرة تصورها وتتنفيذها، بيجيبوها لك في قناة الخضراء عشان أي مشجع بتاع كورة يسمع لمحمد المنتصر. أي فنان صعلوك بيجيبوا لك في قناة الخضراء بتاع محمد المنتصر. تخيل ده الضلال ده كله شغال. ده غير المساجد، عرفتها المفتوحة له، ده غير المنابر المفتوحة له. اتخيل الزول ده شغال بالطريقة دي، وأنصار السنة وبقية الجماعات عندهم قنوات وعندهم إذاعات، ولا يغضبون لله ولا بكريم. ولذلك يا أخوانا هذه المسؤولية هي مسؤولية كل مسلم غيور على عقيدته.
الناس يا اخواننا تتعلم عقيدتها وتتعلم ادلتها. الاعلام السوداني افشل اعلام على وجه الارض، ونتحدى به اي اعلامي طاير ولا راكب، دكتور ولا بروف ولا غيره، نتحداكم بكتب افشل اعلام، اعلام يعصر للناس الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. اي قناه، قناه النيل الازرق، قناه ام درمان، التلفزيون القومي، قناه اسمها شنو دي؟ ساهور، دي بتاعتهم كمان كويس، غير قناه الخضراء، قناه ما اعرف ليك زول ولا اسمها شنو؟ كون ولا زول، قنوات كلها قنوات بتنشر الشرك بالله. اعلامنا يندى له الجبين، والله الاعلام السوداني ده يذكرك بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن قريش. ان شاء الله نواصل الحلقه القادمه.